مشاهدينا متابعينا محبي كرة القدم في كل مكان، هذه تحياتي محدثكم فارس عوام. نحن اليوم على الموعد مع الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم. اليوم نودح حسابات النقاط، نريدها مباراة كبيرة، مباراة رائعة تليق باسم البطولة والحدث. نعرف قيمة البطولة وقيمة المشاركة في أي مباراة في هذه البطولة في كأس العالم، كل دقيقة لها قيمتها وتعرف طريقها إلى التاريخ. كرة القدم دائما معودتنا على أنها كرة قادرة على تجميع الشعوب، لا تفرق، هذا دائما ما يحدث وما نراه، وتزداد أكثر عندما تتعلق الأمور ببطولة كأس العالم. نعرف أن في 2006 تأهلت كوت ديفوار لأول مرة في تاريخها إلى كأس العالم، وكان هذا السبب في إنهاء الحرب الأهلية هناك. ملعب لوز وضعت خطة لهدم وإعادة بناء هذا الملعب ليصبح ملعب لوزنيكي، واحد من التحف المعمارية في أوروبا. دقة لحظات الحقيقة الآن هنا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. الإثارة تزداد مع تقدم الجولات في بطولة كأس العالم 2018 هنا على الأراضي الروسية. الجميع يبدأ يعرف موقعه، الكل يتمنى بأن يستمر في الرحلة هنا في بطولة كأس العالم المليئة بالإثارة والمتعة والتنافس والندية. اللاعب يتعرض لضغط كبير في محاولة افتكاك الكرة. عثمان ديمبلي. توماس ديلاني. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. كانتي. حلوة الكرة العرضية، والكرة تذهب بعيدا بعد ضربة من الحارس. عرضية رائعة، الله على الكرة في المنطقة. اعتراض للكرة، شوف الكرة مقطوعة. عثمان ديمبلي. كرة خارج الملعب تتحول إلى ضربة مرمى. تمريرة راسية. جورجينسون. كانتي. أنطوان غريزمان. تسديدة. كانتي. كيليان مبابي. بوجبا
بيعدي فيها لعيب يا فنان يا بوجبا. توليسو كرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. الجولة الأخيرة في المجموعات، بعد هذه المباراة راح تبدأ حسابات أخرى غير حسابات النقاط. هذه الجولة تعتبر الأكثر إثارة في دور المجموعات بشكل كامل. هدف واحد يصنع الفارق في حسابات التام. أنطوان كريزمان، يا لعيب يا مجنون يا فنان يا أخي، أنت كيف تلعب كيف تلعب؟ شوف كيف حطها الحارس، ترك المرمى مفتوحة في اللقطة الماضية أمام اللاعب الذي حول الكرة في الشباك. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. توماس ديلاني، كرة بتتخلص في وسط الملعب بتوقع ممتاز. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. شوف اللقطة، شوف الهدف، شوف الكرة كيف كانت في المرمى. كريستيان إريكسن، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. كانتي، تحرك ممتاز من بوجبا في الأمام، بيرسل الكرة. الله عليك الله عليك، الأهداف تسجل بهذا الشكل، كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب. شاهد الهدف من جديد في هذه الإعادة، كرة يتابعها اللاعب الخصم في المرمى بعد ارتدادها من الحارس في أول مرة. هذه إعادة للهدف من زاوية أخرى. هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. كرة بترجع إلى الحارس رافائيل فاران. سامويل أومتيتي، هرنانديز، كانتي. حلو التحرك من اللاعب لاحتراز الكرة. بول بوجبا، سامويل أومتيتي، بول بوجبا، صراع بدني في اللقطة في محاولة الحصول على الكرة. حارس يذهب للإمساك بالكرة. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. رافائيل فاران، ممتاز توقع الكرة، شوف الكرة يستعيدها لفريق الآن. كانتي، كيليان مبابي، تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. هرنانديز، الثلاث نقاط تقترب الآن قبل 45 دقيقة من ختام دور المجموعات، لكن سيطرة الفريق الواضحة والنتيجة الكبيرة في الشوط الأول تؤكد بأن الأمور تحت السيطرة وكل شيء على ما يرام في هذه المواجهة. أداء رائع وكبير حقيقة من جانب الفريق، وتفاهم وتلاعب بالخصم بدون أي مشاكل.
الآن تعود الكرة إلى المستطيل الأخضر في شوط ثاني نودع من خلال دور المجموعات في بطولة العالم 2018. شوط لن يخلو من الإثارة، لن يخلو من الحسابات ولا من افتراضات التأهل أو العبور. فرق ستحجز تذكرة التأهل للدور المقبل وفرق ستودع بشكل مشرف. سامويل أومتيتي، عثمان ديمبلي، أنطوان كريزمان، كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس. بول بوغبا، المرمى، تمريرة توليسو، كرة بعيدة عن المرمى، عدت الكرة. المدرب الآن يدخل لاعبين في نفس التوقيت. فريق يستعيد الكرة في منتصف الملعب بعد قراءة ممتازة في اللقطة الماضية. كانتي، عثمان ديمبلي، توليسو، الحارس خرج يلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. دولبيرغ، شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. تسديدة يا رب، كريستيان إريكسن، اعتراض للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. عثمان ديمبلي، دولبيرغ يقطع الكرة بشكل سليم بذكاء في اللقطة الماضية. تبديل راح يكون في اللحظات القادمة لكن بانتظار توقف اللعب. نقول واضحة، لا أعتقد بأن العودة ممكنة بعد هذه النتيجة. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. كرة بتتخلص في وسط الملعب بتوقع ممتاز. سامويل أومتيتي، أنطوان كريزمان، أعتقد بأن راح يكون في تغيير في اللحظات القادمة. كيليان مبابي، كانتي، الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. يضرب الآن، محاولة تنتهي عند حارس المرمى. توليسو، تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. اللاعب يتعرض لإصابة، أعتقد بأنه ممكن تكون شد عضلي. ديلاني، لاسيشون، عثمان ديمبلي، أنطوان كريزمان، كريستينسن،
يرتب بعد الخطورة. توليسو بيرسل الكرة، تألق كبير من حارس المرمى. كيليان مبابي، لاسيشون، دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. لاسيشون، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. الحكم ينهي هذا اللقاء ويطلق صافرته. حسم الفريق المباراة قبل نهايتها. مباراة كانت من طرف واحد، الآن تنتهي المباراة رسميا بفوز كبير.